نتعرف على بالظبط. مزيد من التفاصيل عن هذا الملف. معانا على التليفون الناقد الرياضي الاستاذ محمد جمال. استاذ محمد صباح الفل واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليك. اهلا بحضرتك. بدايه كده، شفت ازاي مطالب بيتوريا المتعلقه بانطلاق المعسكر يوم 3 يناير ان شاء الله، ومساله اقامه المباراه الموديه مع فريق من نفس المستوى كحد ادنى؟ هو اكيد طبعا بالنسبه حتى لكلامكم انا اتفق معاك جدا. طبعا هي مطالب مشروعه لروي فيتوريا. يمكن الفتره اللي فاتت روي فيتوريا كان واجه منتخبات مميزه، منتخبات من التصنيف الاول في الجزائر وتونس، يمكن كان منهم خساره كمان من منتخب تونس في استاد الدفاع القوي. بعد كده لما سافرنا معسكر الامارات، يمكن ده كان انجح معسكر لروي فيتوريا من اول ما جه مصر من شهر 9 السنه اللي فاتت، وهو المعسكر اللي واجه فيه زامبيا من التصنيف الثاني، منتخب قوي منتخب كويس، وقدر يكسب 1-0 في الدقيقه الاخيره. بعد كده مباراه الجزائر اللي هي مباراه قويه جدا وستظل مباراه قويه حتى لو مباراه وديه بكل نجوم الفرقتين، وقدر منتخب مصر كان متقدم والتعدي 1-1 ما بين مصر والجزائر، فده يمكن ادى دفعه بشكل كبير جدا لفيتوريا، سهلت عليه مهمته قدام جيبوتي وسيراليون في تصفيات كاس العالم الشهر اللي فات. فانا بشوف ان فيتوريا الفتره اللي فاتت يمكن ماشي على يعني وتيره كويسه بالنسبه لمنتخب مصر. يمكن الراجل بعد المعسكر اللي فات على طول قعد مع الكابتن حازم امام عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ومشرف على المنتخب، وهو راجل بيتعامل فقط مع حازم بالنسبه لاتحاد الكوره، واتكلم معاه على طلبات الامم الافريقيه. طبعا كان بالنسبه له صعب جدا انه ياخد فتره اكبر من فتره من 3 يناير لحد اول مباراه لمصر 14، طبعا بالنسبه لمباراه موزمبيق في كاس امم افريقيا، هو بالنسبه له كان صعب جدا ياخد فتره اطول من كده بالنسبه لماتشات الدوري، بالنسبه لماتشات كاس السوبر المصري الابطال اللي تقام في الامارات في اخر شهر ديسمبر، بالنسبه لمشاركه كاس العالم للانديه، كان الراجل يبقى صعب جدا ياخد فيها فتره اكبر من كده بالنسبه للاعداد. فالراجل طلب خلاص مفيش مشكله بالنسبه لي، يوم 3 يناير يبقى اول يوم للمعسكر بوجود كافه اللاعبين، كل اللاعبين تكون موجوده. يمكن كان الكلام على المعسكر، طب انت حابه يكون بره ولا في مصر؟ ويقدر مثلا من بره ونطلع مره يعني مره واحده كده على كوت ديفوار. الراجل طلب قال لا خلاص المعسكر بشكل كبير جدا في مصر، والراجل حابب ان هو يلعبه في مصر، ولكن الراجل طلب وحيد فقط، وهو مباراه وديه يقدر يجهز من خلالها اللعيبه بدون يعني اصابات وبدون طبعا ان هو اجهاد على اللاعبين، خاصه اللعيبه انت بتتكلم على لعيبه النادي الاهلي هتكون يعني راجعه من كاس عالم انديه وكاس سوبر مصر الابطال ودوري ابطال افريقيا وقبلها دوري افريقي الممتاز، عدد كبير جدا من البطولات. ممكن لعيبه النادي الاهلي هي اكثر اللاعبين المحليين المتواجدين، ممكن حتى الفتره اللي فاتت دي النادي الزمالك يمكن ما فيهوش لعيبه كتير موجوده في منتخب مصر، بالنسبه للعيبه المحترفين ايضا بتتكلم محمد صلاح كل 3 ايام مباراه، النني يمكن ما بيشاركش مع ارسنال بشكل كبير، لكن بالنسبه لعمر مرموش بيشارك كل 3 ايام مباراه مع انتراخت فرانكفورت. بتتكلم على الكلام ده حتى لعب امبارح قدام كايسر سبورت، انت بتتكلم على عدد مباريات كبير جدا، فالراجل مش حابب ان هو يلعب ماتشات كتير وديه، وفي نفس الوقت مش عاوز يلعب ماتشات جامده. يمكن اتعرض على اتحاد الكوره ماتشات من اوروبا وماتشات من يمكن اسيا وماتشات من طبعا افريقيا، يمكن اتعرض عليه من افريقيا نيجيريا والكاميرون وكوت ديفوار، الراجل رفض تماما. اتعرض عليه من طبعا من بره برضه، اتعرض عليه من اوروبا السويد، اتعرض عليه حتى منتخب زي اليابان، اتعرض عليه كوريا الجنوبيه، الراجل رفض تماما. قال دي كانت فتره وقدرت العب فيها قدام عادي جدا قدام بلجيكا، وقدرت اكسب بلجيكا في الكويت، لكن انا مش هقدر العب ماتش تاني قدام فرقه من بره افريقيا، انا عايز منتخب من التصنيف التاني او الثالث في افريقيا. يمكن اترشح ليها منتخبات بالنسبه له، ترشح جنوب السودان تاني، ترشح تاني ليبيريا، ترشح تاني النيجر، الراجل قال لا بلاش انا عمل تحفظ عليه لانه لعبهم قبل كده ماتشات وديه، الراجل حابب منتخبات تكون جديده، فترشح قدامه تاني غينيا، ترشح الكونغو، ترشح موريتانيا، ترشح جامبيا لمواجهه منتخب مصر في الفتره اللي جايه ماتش ودي، يقدر ان هو منتخب مصر عقد مع منتخب منهم يجي يستضيفه هنا ويلعبوا مباراه وديه. الراجل قال برضه يمكن هتبقى افضل بشكل كبير جدا لو لعبنا منتخب موجود في امم افريقيا في الفترة اللي جاية من منتخبات التصنيف الثالث أو الثاني في أفريقيا. يمكن هيتم تنفيذ الطلب ده، أنت بتتكلم في طلب يمكن مش صعب بالنسبة للاتحاد المصري لكرة القدم، وبالنسبة لي أنا شايفه إن هو طلب مشروع جدا، الراجل يقدر يجهز فيه لعيبته. يمكن الناس بتتكلم على حجازي وبتتكلم على الونش، يمكن الراجل خلاص خد موافقة يعني خد زي تأكيد من الدكتور محمد أبو العيلة على خلاص جاهزية أحمد حجازي للتواجد في أمم أفريقيا. وبالنسبة لفيتوريا خلي بالك أحمد حجازي هو رقم واحد في خط الدفاع مهما حصل، يعني مهما حصل بالنسبة لأحمد حجازي عنصر مهم جدا جدا سواء في الدفاع أو حتى في غرفة الملابس، وشفنا ده في الإمارات لما استدعاه إن هو بس يكون موجود في المعسكر كروح للعيبة المنتخب الوطني في المعسكر الأخير في الإمارات، فعشان كده أحمد حجازي خلاص موجود. ويمكن كمان المدير الفني معلش يا أستاذ محمد أستأذنك، حضرتك بتتكلم بسرعة جدا والصوت واطي،
ممكن يا جماعه تعالوا عندنا. انت سامع كويس؟ انا تقريبا انت يعني برضه زيي ها؟ لا انا مش عارفه بقى هم سامعين كويس ولا لا. معلش يا جماعه علوا الصوت عندنا عشان احنا مش سامعين تقريبا. واستاذ محمد لو تتكلم بالراحه شويه، طبعا معلومات حضرتك كتيره بس انا مش عارفه الاحق، فاتفضل يا استاذ محمد. كده الصوت كويس؟ يعني لا علوا لنا كمان يا جماعه بعد اذنكم. اتفضل يا استاذ محمد اتفضل. كده الصوت كويس؟ اتفضل. بالنسبه لحجازي خلاص، يمكن التاكيد كان خلاص وجوده في امم افريقيا، يمكن الراجل الدكتور محمد ابو العلا ده التاكيد خلاص لروي فيتوريا ان احمد حجازي موجود في امم افريقيا. يمكن احمد حجازي بالنسبه لفيتوريا هو رقم واحد في خط الدفاع، رقم واحد في غرف الملابس، الراجل بالنسبه له مهم جدا، وكان استدعاه في المعسكر الاخير في الامارات قدام الجزائر وزامبيا، حتى هو مصاب استدعاه يبص عليه ويشوفه ويطمن عليه ويقعد مع اللاعبين. حجازي خلاص تم التاكد ان هو جاهز، وهيلعب حتى مباراته مع اتحاد جده في دوري ابطال اسيا قدام اصفهان الايراني، راجل خلاص موجود. الونش يمكن بيعمل عمليات تاهيل ولكن قدامه لسه شهر، فالونش برضه فيه يعني انباء جيده ان هو ممكن يلحق امم افريقيا بشكل كويس، مع بقى طبعا وجود محمد عبد المنعم. فانت بتتكلم خلاص على الثلاثي ده هو الاقرب للتواجد خلاص في خط الدفاع في امم افريقيا. بتتكلم بقى على الناس كلها بتتكلم على الازمه اللي حصلت، او الثلاثه امام عاشور وحسين الشحات وطبعا ولعيب زي طارق حامد، هل هيكونوا موجودين في امم افريقيا ولا لا؟ انا بقول كلام مؤكد، مفيش نيه لفيتوريا لاستبعاد اي لعيب من خلاص اي حاجه حصلت المعسكر اللي فات دي اتقفلت تماما بالنسبه لفيتوريا، الراجل ما خدش اي قرارات بالنسبه لاي لعيب، الثلاثه موجودين قدامه بشكل كبير جدا في القائمه الاوليه اللي حطها اللي بتضم 55 لاعب اللي هو هيختار منهم طبعا 27 للمشاركه في امم افريقيا، فالثلاثه موجودين في حساباته بشكل كبير جدا، اي حد يقول ان هم خرجوا بره حساباته هو ما عندوش معلومه. بالنسبه حتى لثنائي نادي الزمالك فتوح وصبحي، الاثنين موجودين في امم افريقيا والراجل بيتابع استعداداتهم رغم حتى ايقافهم الفتره اللي فاتت، فالقصه بالنسبه للمنتخب منتهيه، الراجل مش هياخد لعيبه جديده، الراجل نفس القوام بتاعه خلال معسكراته اخر سنه ونص هو اللي موجود في امم افريقيا، الراجل مش هياخد ولا لعيب جديد طبعا الا لو في اي اصابه، ولكن الراجل ما بيفضلش تماما دخول اي عنصر جديد الفتره اللي جايه. يمكن في جلسه بعد بكره ان شاء الله مع الكابتن حازم امام هيحسم فيها المباراه الوديه قدام مين، واعتقد هتكون ان شاء الله بشكل كبير جدا قدام منتخب من التصنيف الثالث في افريقيا من طبعا المشاركين في البطوله الافريقيه اللي جايه ان شاء الله في كوت ديفوار، وانا بقى التوفيق لمنتخبنا يقدر ان شاء الله بقى يحقق بطوله زي ما قلنا كده غايبه من 2010، وده يمكن وصلنا خلاص للفاينل مرتين 14 والسنه اللي قبل اللي فاتت كنا خلاص قريبين جدا من اللقب، لازم بقى البطوله دي نقدر ان شاء الله نفوز بقى باللقب بيك. طيب استاذ محمد خليني اروح مع حضرتك لنقطه مهمه، لو انا هقارن هذا الموسم او هذه السنه بالموسم الماضي، طبعا اول حاجه السنه دي افضل بكتير لان انت عندك استقرار في الجهاز الاداري. السنه اللي فاتت طبعا اللي حصل من ثلاث مديرين فنيين لمنتخب واحد ده شيء غير مسبوق في العالم، خلينا نبقى متفقين، فده شق خلصنا منه، فاحنا عندنا استقرار في الاداره، ده رائع جدا. الشق الثاني من وجهه نظر حضرتك ايه اللي ممكن نقول احنا افضل فيه استعدادا علشان لما اجي اقول انا ان شاء الله احقق حاجه مختلفه هذا العام، فابتدي اقول انا بتكلم بيزد على وقائع او مبني على وقائع كلامي، هل انا المعسكر بتاعي افضل، هل الاستعدادات للعيبه المختلفه سواء على مستوى المحترفين او المحليين افضل مثلا، هل في بشاير من وجهه نظرك مثلا تؤشر ان لا هذا العام خلينا نقول النسبه بتاعتنا والوصول لاعلى مثلا المستويات افضل، خلينا نفهم من حضرتك. بالنسبه اكيد السؤال الاول، الاستقرار بيبقى امر مهم جدا لتحقيق اي بطوله، وده حتى اللي مخلي مثلا النادي زي النادي الاهلي دايما بيبقى واقف على رجليه ودايما بيحقق بطولات ودايما بيكون اقرب لكل البطولات بسبب الاستقرار اللي موجود سواء في الاداره الفنيه او حتى في الاداره اللي بتدير النادي. فانت بتتكلم على الفتره اللي فاتت دي، لا روي فيتوريا يمكن من المدربين المحظوظين شويه بالنسبه لي، هو مدرب جامد جدا، فمحظوظ كمان ان هو لما جه منتخب مصر ما دخلش في معمعه بطولات زي اللي قبله، يعني زي كارلوس كيروش لما جه كان عنده تصفيات كاس عالم، كان عنده كاس عرب، كان عنده كاس امم افريقيا، كان عنده تصفيات كاس عالم في المباريات اللي هي الاقصائيه، كل ده اتلعب في ثلاث شهور، عكس روي فيتوريا. فيتوريا لما جه قعد سنه وشهرين مفيش مباريات رسميه قويه، يمكن لحد اللحظه اللي بنتكلم فيها دلوقتي اهو، اول اختبار رسمي قوي هيكون في امم افريقيا، يمكن حتى تصفيات المؤهله لامم افريقيا كانت كلها ملاوي واثيوبيا. بتتكلمي على الفتره اللي فاتت اللي هي تصفيات برضه كاس العالم، يمكن جيبوتي، سيراليون، بوركينا، كل المنتخبات دي مش المنتخبات اللي هي الاختبار اللي نقدر نقول عليه كاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، كل
المنتخبات الكبيره في افريقيا، يمكن احنا لسه ما واجهناش اي منتخب افريقي، عشان كده بشوف الاستعدادات روي بيتوريا والاستقرار ده امر كان مهم جدا، ويمكن كمان معاها الحته اللي هو كان محظوظ فيها شويه انه ما دخلش في معاملات بطولات، ده كان امر مهم جدا لاستعداد منتخب وان هو يحط ايده على قوام رئيسي. طب هو طبقا للي حضرتك بتقوله يا استاذ محمد، واسف لمقاطعتك بس عشان الشيء بالشيء يذكر، طبقا للي حضرتك بتقوله كون انه كان عنده اكثر من سنه يعني مساحه وقت كافيه جدا ان احنا نشوف من لعيبه المنتخب تحت ادارته، ما هو ابعد بشويه من اللي احنا شفناه، ولا حضرتك ممكن تختلف معايا؟ بص يمكن عشان الـ يعني انا بتفق طبعا اكيد معاك ان احنا كنا عاوزين نشوف المنتخب اعلى من كده، لكن هو ما دخلش ماتشات بالنسبه له كبيره، احنا لسه يمكن الاختبار الرئيسي بقى والحقيقي هو امم افريقيا، لان هو الراجل خد فتره كبيره جدا بصراحه، خد هو انا بشوف ان هو عمل كل حاجه كويسه، حته المعسكرات استغلالها باقامه مباراه وديه ده كان امر مهم جدا، احنا قبلها فتره من الفترات مع كابتن حسام البدري ما لعبناش ولا مباراه وديه، ده كانت اثرت علينا في التصنيف بشكل كبير جدا، لكن الراجل بصراحه لعب ماتشات وديه كتير، لعب النيجر، لعب ليبيريا، لعب بلجيكا، جنوب السودان، لعب عدد كبير جدا من الماتشات بجانب بقى الماتشات الرسميه سواء ملاوي ماتشين او اثيوبيا جيبوتي سيراليون، عدد كبير جدا من الماتشات، وكمان بيكسب في الماتشات كلها سواء وديه او رسميه، هو الراجل ما تعادلش ولا مباراه ولا خسر ولا مباراه رسميه، فده كان امر مهم جدا. بس دي كلها مباريات يا استاذ محمد برضو لسه زي ما حضرتك بتقول سهله، يعني انا لسه مش قادر اقيم قوي انا مطمن ولا لا مع فيتوريا، يعني هي دي النقطه اللي قلقه معظم الجماهير، يعني هو انا اطمن ولا لا لسه ده خفيف يعني. اكيد بتفق طبعا، بس هي بالنسبه للبشاير زي ما حضرتك سالتي، هو بالنسبه للبشاير شويه يمكن المنتخب الفتره دي بالنسبه حتى للاعبين المتواجدين في منتخب مصر يمكن كلهم انا بشوفهم في مرحله كويسه في مسيرتهم، يعني لما تبص حتى يمكن الفتره دي في امم افريقيا يمكن ثلاث ارباع اللعيبه الموجوده دلوقتي في القائمه الرئيسيه للمنتخب يمكن في مرحله النضج الكروي الحقيقي بالنسبه للعيبه، يمكن كلهم لحد ما بقوا خبرات كبيره جدا في الفتره اللي فاتت، يمكن حتى لاول مره يكون عندنا المحترفين بشكل قوي كده ويكونوا ظاهرين بالشكل الامثل مع انديتهم، حتى لعيبه النادي الاهلي ماشيين بشكل كويس مع النادي الاهلي، اللعيبه المحليين اللي متواجدين في الفتره اللي فاتت في منتخب مصر يمكن عددهم مش كبير قوي بالنسبه للعيبه الانديه الاخرى، ولكن برضه لعيبه بتقدم مواسم كويسه ويمكن على رادارات زي الاهلي او الزمالك، فانا بشوف ان يمكن الفتره دي افضل بكتير جدا حتى من بطوله الكاميرون من سنتين، يمكن الفتره دي المنتخب واقف على رجليه شويه بقاله فتره مستعد بيلعب ماتشات وديه، فلازم يكون في استغلال من ده من روي فيتوريا، يمكن فيتوريا برضه داخل بأريحية، فيتوريا ما شفناهوش داخل اي مشاكل مع اتحاد الكوره على مدار الفتره اللي فاتت، يمكن الموضوع بالنسبه له سهل، المعسكر اللي بيطلبه بيلاقيه سواء معسكر خارجي او معسكر في القاهره بيلاقيه، لو حتى معسكر في اسكندريه لقاه برضه قبل كده، فانا بشوف ان هو لا يعني فيتوريا بتحقق له طلباته اللي هو محتاجها، اتحقق له اللي هو عاوزه، بيبقى في دايما مساندة لقراراته حتى لو في قرار حصل عليه بعض اللغط الجماهيري، فانا بشوف ان لازم بيتوريا يستغل كل ده بالظهور الامثل في امم افريقيا. تمام، بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب، وقراءه او يعني رائعه، مداخله رائعه منك، شكرا جدا، جاوبتنا على كذا سؤال كمان احنا كنا يعني محضرينه انا وكريم، شكرا ليك جدا.